اهلا بحضراتكم من جديد. يعني انا عايز اقول لكم ان انا بكون اسعد واحد الحقيقه، لان برنامجي دايما فيه الابطال ودايما فيه بطولات وقصص نجاح. كابتن وليد، يمكن قصه نجاح كبيره، سنتين ما شاء الله، يعني حققت ده ازاي؟ فكرت ازاي؟ كنت عارف ان هتعمل كده في سنتين ولا الموضوع ده جه بالنسبه لك فجاه؟ والله لا طبعا، احنا دارسين الموضوع، لان هي فرقه اصلا يعني مستقبل النادي الاهلي، فرقه 2003 ومعاهم طبعا 2 و1. اهتمينا بالمجموعه اللي موجوده في 2003 واشتغلنا عليهم وربنا كرمنا. يمكن البطوله اللي فاتت الناس اتكلمت ان هي ضربه حظ، يعني هي جت معانا كده. فالسنه دي بقى كان ضغط علينا جامد جدا. غير ولا خساره يا كابتن؟ لا الحمد لله. بس لا، اصل الناس فاكره البطوله دي، لا انت يعني ابطال من نوع معين، ده ولا خساره سواء السنه اللي فاتت والسنه دي. والسنه اللي فاتت كمان كاس مصر خدناه. الحمد لله. فيعني حاجه تشرف. فلا هما الولاد كمان يعني خامه طيبه وبتديهم ما بيقولوش لا بصراحه. طيب. يعني خليني اجي معاك، ان انت بتلعب على بطوله وعايز تلعب بطوله، جت كورونا كله قاعد في بيته، عملت ايه؟ لا اشتغلنا بقى على الفيزيكال فيتنس، بقى شغالين ارضي كتير معاهم. كنا بنديهم، ببعت لهم على طول تمارين ارضي، يشتغلوا خليهم يجروا حوالين البيت. اشتغلنا على الموضوع ده جامد جدا يعني. ويمكن اول ما ابتدينا رجع الكورونا بقى، يعني مش عايز اقول لك بقى خليتنا. حوليل. ده حقيقي فعلا. صحيح. واحمد، كان كنت بتلتزم بالكلام اللي بيجي لك في الفيديوهات؟ احمد. لا اكيد التزمت، لان طبعا انت راجل واحد احسن. لا مجموعه بقول لحضرتك ملتزمه جدا، باين على احمد الالتزام يعني. وولاد واغلبهم كمان الولاد تالنت يعني، موهوبين، فما شاء الله اللي بتديه لهم اللي بتديه لهم بيستوعبوه ان شاء الله، فبتلاقي نتيجه بسرعه ما شاء الله. طب احمد يعني خد احسن لاعب، صحيح يا احمد؟ طب قول لي قصته ايه يعني؟ يعني انت خدت السنه اللي فاتت، هل نفس الكاس ولا السنه دي بس؟ لا ما خدتش السنه اللي فاتت. بس انت كنت حاسس ان انت رايح يعني؟ كنت بشتغل ويعني واثق ان شاء الله ناخد حاجه زي دي، وكان نفسي ان انا احقق حاجه زي دي مع البطوله طبعا. هو الميزه في احمد ان هو شخصيه في الملعب، ودي يعني نادره في مدير فني ورئيس القطاع حقيقي يعني. فده دي حاجه كويسه في احمد، دي ميزه فيه ان هو بيقود الفرقه بصراحه. ما شاء الله. ليه شخصية. يعني حتى شخصيه، ليه شخصيه، بيقود في الملعب. في وقت الازمات بلاقيه في ظهري، بيساعد زمايله، بيكلم زمايله، بيحمسهم. فيعني بصراحه قائد لمجموعه 2003. وانت يعني قاصد ده ابو حميد ولا ده يعني تربيتك كده؟ اصل خلي بالك اللي بيبقى عنده شخصيه البطل ده تبقى طالعه من تربيته، فانت قاصد ده ولا هل دي تعليمات من المدير الفني ولا ده بطبيعتك انت كده؟ لا طبعا تعليمات من كابتن وليد وبرضه يا راجل ما تقولش يا راجل مش عشان لا بقى يعني ماشي هعديها لك يعني. لا هو بص يعني هو فعلا احنا عندنا يمكن في كره الميه المدربين دايما، احنا لما بنركز على المدربين بيبقى هو الواجهه اللي بينعكس عليها الولد. الولد بيشوفك ايه وضعك او قدوته. احنا بنموت يعني. صحيح. يعني انا كمدرب لما بقف على حمام السباحه هو بيحس يعني، هو يشوف يعني. مش عايز اقول لك بنموت على حمام السباحه عليهم، بنموت عليهم، بنقاتل عليهم والكلام وكل ده طبعا يعني. فهو بصراحه هم بيشربوا، هو ده فعلا يعني. السمات دي موجوده في احمد يمكن من نشاته، من ساعه ما طلع ما شاء الله. وهو بيبص على المدربين، يبص على الدنيا، يبص على الفيرست تيم عندنا برضو في مجموعه محترمه جدا. طب يا احمد انت